بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله عن سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جن نعم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الآباء يلقن الأولاد كما أنت تلقن كيف تقرأ الفاتحة، كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى ينشأ الأولاد على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ក៏ដូចជាបង្រៀនប្រវត្តិរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើម្បីឲ្យក្មេងៗដែលគេបង្រៀនហ្នឹងធំឡើងមកគឺវាអាចតាមនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ